Vous avez parlé les deux. قد سمحت لنا هذه الزيارة تكون من لقاء الزميلات والزملاء في القطاع، ولكن طبعا اللقاء كذلك المسؤولين المحليين على رأس السيد الوالي الشعبي الولائي للوقوف كما تفضلتي للوقوف على مدى تقدم كل المشاريع المبرمجة ولكن عرف برمجة مشاريع معتبرة سواء في الشق البليدي ولا في الشق الاتصالات السكية واللاسلكية في السنتين الأخيرتين. كان مهم بالنسبة لي نرجع ونشوف مع السيد الوالي كما قلت مع كل السلطات المسؤولين المحليين نشوف كل فاعلين المحليين نشوف مدى تقدم هذه المشاريع ومع بعض نشوف كذلك ما هي الحلول اللي ربما نزيد نشتغل عليها باش نسرع مسيرة تقدم هذه المشاريع وإنجاز كل الهياكل التي برمجت سواء من خلال برنامج التنمية المحلي ولا برامج القطاع على مستوى بالنسبة للشق البليدي طبعا أخذت بعين الاعتبار الكثافة السكانية المعتبرة في مدينة البليدة يهمنا كثير أن الكثافة البليدية كذلك تكون في المستوى اللي نسعى للوصول إليه عبر التراب الوطني. وطبعا مدينة البليدة يعني رغم كل ما أنجز وأنا يعني أثمن كل المشاريع فعل مكاتب البريد الجديدة من مكاتب البريد التي أعيدت تهيئتها وهذا بتضافر جهود الجميع كما قلت أثمن ما أنجز، لكن طبعا هذا ما يكفيش أخذ بعين الاعتبار أنه الولاية كذلك تعرف يعني بروز تجمعات سكانية جديدة